نظري منه أجدر. الله أكبر الله أكبر نحن اقتدينا. نحن بالخير والسلام أتينا، والكتاب الفرقان بين يدينا. أين جند الشيطان والشر أين؟ نحن جند الحق الذي ليس يقهر. الله أكبر الله أكبر. لن تساعدنا يا عمر؟ هل أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يا عمي زيدة؟ نحن لا نفعل شيئا إلا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سمعت اليهود يقولون: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لضرورة أن يمنع القتال بقطع أسباب البقاء في المدينة عن اليهود، فإذا فقدوا نخيلهم لم يعد لديهم ما يتمسكون به. وقد نزل بذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم. قرآن من السماء، هل أنت متأكد يا عبد الله؟ بكل تأكيد يا عمي مسعود، لقد ذهبت ليلا وجئت هذا الصباح، وقد أثارت قضية قطع النخيل جدلا وسط المسلمين، فنزل قرآن من السماء يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله وصدق رسولك. هيذهب يا عبد الله مرة أخرى، وأنا هنا مكانك أبيع التمر في محل زيد، وأبيع الأخمشة في محلي. لقد قطعت أنفاسي يا عم مسعود من الذهاب والإياب، فلتذهب أنت، وأنا سأبيع التمر والقماش والزبيب أيضا إذا أحبب. يا لك من كسول. حسنا، سأذهب أنا، لكن حذاري أن أعود فأجدك نائما. عبد الله، يا عبد الله، لقد نام حتى قبل أن أتم كلامي. يا ويلنا، لقد قطع المسلمون نخيلنا وحرقوها، ولم يعد لدينا سبب للبقاء في هذه المدينة. لا لا، بل نظل ها هنا ونقاتل حتى آخر رجل منا. يا ابن أخطب، أنت من ورطتنا في هذه المصيبة بتآمرك على قتل محمد. وأنت يا ابن حقيق، ماذا ستفعل؟ هل ستقاتل مع حيي بن أخطب؟ أنا بالفعل حملت سيفي، ولكن يدي ترتعشان ولا أقوى على الخروج. وماذا عنك يا ابن أخطب؟ هل تقودنا اليوم للحرب؟ أنا أيضا يدي ترتعشان كما ترى، لابد أنه مرض قد أصابنا جميعا. نعم، هو غضب من الله علينا لخيانتنا. ولكن لن نتركها هكذا للمسلمين. أخبروا القوم بأن يخربوا الديار ويهدموا الأسقف ويحطموها عن بكرة أبيها. سبحان الله،
يخربون بيوتهم دائما. هذه بشارة على قرب رحيلهم وعبرة لكل الناس. لقد قذف الله الرعب في قلوبهم فلم يقدروا على قتال المسلمين، وذلك عقاب لهم على خيانتهم. إذن لم يبق لهم إلا الاستسلام. انظر، لابد أن هذا هو رسولهم قادم إلينا ليتفاوض بشأن الرحيل. يا له من يوم شاق ولكنه طيب في نفس الوقت. هل علمت الآن لماذا كنت متعبا بالأمس؟ ليس سهلا أن تروح ذهابا وإيابا في يوم واحد. الحمد لله، لقد كان الأمر يستحق التعب. لقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بأموالهم إلا السلاح حتى لا يحاربوا به مرة أخرى. هكذا أخرجناهم دون قتال، يا له من نصر عظيم. بل الله أخرجهم يا عبد الله ولسنا نحن. لله الحمد والشكر. هيا هيا ساعدني كي نغلق المحل ونذهب للنوم. فلتغلق أنت محلك وأنا سأغلق محل عمي زيد. حلمت يا عمي مسعود حتى لا تسخر مني بعد الآن. لقد هزمنا يا لعين أمام جندي من جنود الله لا قبل لنا به. أي جندي هذا يا سيد؟ أنا لم أرى أي قتال في هذه الغزوة. إنه الرعب، هو من هزم اليهود وأخرجهم من ديارهم في خزي عار، وهو الذي منعني من النزول إليهم لأدفعهم للقتال. أنت أيضاً يا سيدي أصابك الرعب. نعم يا شيطان، ألا ترى أن يدي ترتعشان؟ وخرجت اليهود وهم يعزفون المزامير ويضربون الدفوف. هذا أمر عجيب. أرادوا ألا يظهروا خيبة أملهم بالهزيمة وكأنهم منتصرون. أخزاهم الله. لماذا لم يقسم رسول الله الغنائم بين المهاجرين والأنصار كما فعل من قبل في بدر وغيرها؟ هذه غزوة انتصر فيها المسلمون دون قتال، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاء، وأعطاها للمهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم في مكة. وبهذا يخفف أيضا العبء على الأنصار الذين استضافونا في ديارهم كل هذا الوقت. وسمعت أيضا أنه قد أعطى منها لبعض فقراء الأنصار من أهل المدينة. وماذا عن عامر بن طفيل؟ ذلك الذي قتل المسلمين في فاجعة بئر معونة، لقد أصابه الطاعون فخرج من داره على فرسه ومات وحيدا في الصحراء. رحم الله قتلى بئر معونة من الصحب الكرام، ورضي الله عنهم أجمعين.